السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 22 من سلسلة تمارين الدالة الأسرية. إذا التمرين يقول حل فئر المتراجحة. إذا حل المتراجحة، أول خطوة دائما هي تحديد مجموعة تعريف المتراجحة. فهذه المتراجحة مجموعة تعريف هي R، لأن OX دائما موجبة قطعا وبالتالي وخا كاينة في المقام يعني راه ما كتشكلش مشكل. إذا لكل إكس من R لدينا. إذا أول حاجة نحاول نبسطو شوية هاد الكتابة، وبالتالي غنحاول نقلب على شي تعميل لهاد الكتابة بحال هاد الشكل هذا، باش من بعد يمكن لي نحدد الإشارة ديال كل عامل، ومن بعد نحدد الإشارة ديال الجداء ديالهم. إذا أو إكس او زائد واحد على او كنرجحهم من الطرف الاول، هنا كيبان لنا او اكس وهنا او، وهنا واحد على او اكس وهنا واحد على او. اذا كيمكن لي نستعملهم باش يمكننا نعملهم. اذا عندنا او اكس واحد او كنرجعوا للطرف الاول ترجع ناقص او، زائد واحد على او اكس واحد على او رجعناها للطرف الاول ترجع ناقص واحد على او، بقى لنا صفر في الطرف الثاني. اذا عندنا او اكس ناقص او، غادي نوحد المقام ديال هاد الفرق. اذا عندنا واحد على او اكس ناقص واحد على او، اذا المقام الموحد هو او اكس هو او مضروبة في او اكس. اذا هنا غادي نضرب في او ناقص، وفي الحد الثاني غنضرب في او اكس، يعني ناقص او اكس اصغر من الصفر. إذا حنا راه كيبان لينا واحد او اكس ناقص واحد، هنا او ناقص او اكس، بالتالي يمكن لي نعمل هنا بناقص باش يرجع عندنا نفس التعبير. إذا او اكس ناقص او زائد او لا ناقص، نعملو بناقص، شنو غيرجع عندنا؟ غيرجع عندنا او اكس ناقص او على او او اكس اصغر من الصفر. إذا حنا نديرو الاقواس باش تبان الفكره مزيان. اذا هنا غادي نعمل او اكس ناقص او. اذا رابطه في الحال هنا دائما كاين عندنا تكافؤات. اذا او اكس ناقص او، اذا غيبقى لنا في هذا الحد غيبقى لنا واحد، وفي الحد الثاني غيبقى لنا ناقص واحد على او او اكس أصغر من الصفر. إذن أو إكس ناقص أو عامل واحد ناقص واحد على أو أو إكس. إذن يمكن نوحد كذلك المقامات، غادي يجينا أو أو مضروبة في أو إكس راه هي أو إكس زائد واحد. إذن هذه راه يمكن نكتبها على شكل أو إكس زائد واحد. علاش؟ لأن عندنا أو مضروبة في او اكس، اذا او اس واحد، يعني هي او اس اكس زائد واحد. اذا او اس اكس ناقص زائد واحد ناقص واحد على او اكس زائد واحد، هالشي اصغر من الصفر. اذا يمكن لي ندير واحد الكسر كبير، لان عندنا جداء هنا او اكس زائد واحد، وفي البسط عندنا او اكس ناقص او عامل او اكس زائد واحد ناقص واحد، هذا اصغر من الصفر. بشكل عام يكون عندنا اعلى بي اصغر من الصفر، وبي عدد يخالف الصفر، فكيمكن لي ندير ا اصغر من الصفر. اذا عندنا المقام يخالف الصفر دائما، وبالتالي فهذه المترجحات تكافئ المترجحة التالية اللي هي او اكس ناقص او. اذا كنخلي غير المقام عامل او اكس زائد واحد ناقص واحد اصغر من صفر. اذا دابا لقينا واحد التعبير، واحد الجداء، يمكن لي نحدد الاشارة ديال هذا الجداء هذا. اذا غادي ناخذ كل عامل، اذا عندنا او اكس ناقص واحد او ناقص او تساوي ماذا؟ تساوي صفر، يعني أن أو إكس تساوي أو أس واحد، أي أن إكس تساوي واحد.
إذن x إذن هذا التعبير هذا يعني ox ناقص e كينعدم كيساوي صفر عندما يكون x تساوي واحد. إذن غادي ندير واحد الجدول ديال الإشارة باش نحددو فيه إشارة. إذن عندنا واحد الجدول الإشارة. إذن قبل ما ندير الجدول الإشارة غادي ندير ox زائد واحد كذلك ساهي في كتنعدم. إذن تكافئ ماذا؟ تكافئ أن ox زائد واحد تساوي واحد، أي أن x زائد واحد تساوي صفر، وبالتالي x تساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد. إذن كتنعدم في ناقص واحد. إذن كندير واحد الجدول الإشارة. إذن ناقص لا نهاية، عندنا ناقص واحد وعندنا واحد. دونك تعبير كينعدم في ناقص واحد وتعبير كينعدم في واحد. إذن هنا غادي ندير التعبير الأول اللي هو أو إكس ناقص أو، وهنا غادي ندير التعبير الثاني اللي هو أو إكس زائد واحد ناقص أو، وهنا الجداء ديالهم بجوج. إذن أو إكس ناقص أو في كينعدم، كينعدم في واحد هنا، وكذلك الجداء تاهو كينعدم في واحد. التعبير الآخر كينعدم في ناقص واحد، ونفس العملية بالنسبة للجداء كينعدم في ناقص واحد. إذن او اكس ناقص او فوقاش كيكون موجب؟ ملي كيكون عندنا او اكس كبار من او، يعني ملي كيكون عندنا اكس كبار من واحد. إذن اكس كبار من واحد راه موجب، في باقي المجالات سالب. او اكس زائد واحد ناقص او فوقاش كيكون موجب؟ ملي كيكون عندنا او اكس زائد واحد كبار من واحد، اي ملي كيكون عندنا اكس زائد واحد كبر من الالان ديال الصفر، اي من الالان د واحد يعني كبر من الصفر، اي ملي كيكون عندنا اكس كبر من ناقص واحد. يعني هنا موجب هنا سالب، وبالتالي اذا كنديرو قاعدة الاشارة زائد مع الزائد زائد ناقص مع الناقص. اذا هنا عفوا هنا راه زائد، اذا زائد زائد، إذن زائد مع الزائد زائد، ناقص مع الزائد ناقص، وناقص مع الناقص زائد. إذن حنا عندنا الجداء سالب، يعني كناخد هاد الجزء هذا، وبالتالي ف مجموعة الحلول إذن مادام أصغر أو تساوي فهاد لي بون راهم داخلين في الحلول، يعني المجال المغلق ناقص واحد واحد. إذن هذا هو حل هذه المترجحة.